برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه الحديث مستمر عن منتخب مصر. تعالوا بقى نطير لزميلنا العزيز محمد طه في المغرب، ومن مقر إقامة طبعا المنتخب المصري نسأل بقى كده طه عن آخر استعدادات المنتخب. يا طه برحب بيك، وعايزك بقى تكلمني عن آخر استعدادات المنتخب قبل طبعا مواجهة غينيا في الجولة الخامسة. قول لي بقى كل الأخبار عندك عاملة إزاي، وطبعا الحالة كده المعنوية والنفسية للمنتخب. طبعا يا لينا، اولا برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. مقر اقامه منتخبنا الوطني، وكل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني امام غينيا والتاهل الرسمي لكاس الامم الافريقيه. يعني خليني اقول لك ان مقر الاقامه يعني بيمتاز بانه في خصوصيه ممتازه جدا، وانه الامور كلها مغلقه تماما على منتخبنا الوطني، حتى في شركه كمان للامن مرافقه للبعثه المصريه موجوده هنا في المغرب، دورها ان هي تقوم بتامين البعثه وعدم دخول اي فرد خارج البعثه في محيط المكان المخصص لمنتخبنا الوطني. هم منعزلين تماما عن اي نزلاء في الفندق او اي زائرين اخرين في فندق الاقامه، وموجود ليهم كل حاجه خاصه كل بالامور اللي هي سواء الجيم او سواء المطعم او سواء قاعه المحاضرات، كل الامور الخاصه ليهم متوفره بشكل ممتاز جدا. ودي نقطه حبينا نقولها لان الحاجات الصغيره بتفرق جدا في الجو العام للتركيز للاعبين، واكيد طبعا الناس عارفه طبعا الفرق ما بيحصل في يعني مناخ زي ده ومناخ مختلف اكيد بيبقى عامل ازاي. فحبيت بس الفت النظر للنقطه دي. طبعا بالنسبه للاعبين الامور النفسيه والمعنويه ممتازه جدا. امبارح طبعا جايز عشان السفر والارهاق كان الامور شويه فيها تعب واضح جدا على اللاعبين. التمرين كان بالامس امبارح الساعه 7 بتوقيت المغرب 9 بتوقيت القاهره، الامور كلها كانت جيده جدا في التدريب. لاعبي الاهلي طبعا ما شاركوش بشكل كامل في التمرين، شاركوا في بعض التدريبات البدنيه الخفيفه نظرا طبعا لمشاركتهم الاخيره في نهائي دوري الابطال. النهارده ان شاء الله هيكون التدريبه الرسميه على ملعب المباراه الساعه 7 في توقيت المباراه بتوقيت المغرب 9 بتوقيت القاهره، هيشارك فيها اللاعبين كلهم في كل التمرين بشكل كامل. طبعا النهارده اليوم طبعا كان الفطار الصبح، بعدها كان في جلسه كده مع اللاعبين بينهم وبين بعضهم وقعدوا، والروح كانت ممتازه جدا. وخليني اتكلم عن حاجه مهمه جدا، هي الترابط اللي بين المنتخب كله وبعضه. مفيش الوان، مفيش اي انتماءات، كلها منتخب مصر، وده شيء يعني حابين نتكلم فيه عفوا فيما يخص يعني الكواليس الخاصه اللي يمكن ناس كثيره ما بتشوفهاش. الامور كلها ممتازه جدا ورائعه، والابتسامه والضحكه والهزار بينهم وبين بعضهم كلها حاجات موجوده، وكلها حاجات عامله روح رائعه جدا داخل معسكر منتخب. يمكن من ورايا لو يمكن الصوره واضحه، ده الجيم اللي فيه بعض اللاعبين دلوقتي بيعملوا فيه بعض التدريبات، وكمان في بعض التدريبات الاستشفائيه كمان شويه هيكون في قاعه خاصه، بعدها في محاضره، بعدها هينتقل الجهاز الفني مستر روي فيتوريا ومعاه محمود حسن تريزيجيه للمؤتمر الصحفي، هيبقى الساعه 6 بتوقيت المغرب، وبعدها 6:30 المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب غينيا، بعدها زي ما قلت لك التمرين الساعه 7. الامور كلها ممتازه ان شاء الله، بكره المباراه تخرج بنتيجة إيجابية لمنتخبنا الوطني تؤكد تأهله وتؤكد إن شاء الله الفوز بإذن الله في المباراة. طه لو سألتك عن من كده اللي بيحصل عندك والصورة الموجودة عندك، تقدر تقولي الملامح كده المبدئية لتشكيل منتخب مصر بكرة، ولا لسه الدنيا مش واضحة عندك؟ لا، لحد دلوقتي لسه طبعا الدنيا مش واضحة. يعني المحترفين طبعا بشكل اساسي ليهم هيكون ليهم دور مهم جدا، لكن بشكل عام لسه طبعا، لان زي ما قلت لك التدريبه امبارح ما كانش فيها كل اللعيبه شاركت، لان لسه المجموعه الكبيره بتاعت الاهلي قوام كبير جدا من اللاعبين ما شاركوش. فاليوم النهارده طبعا مع المشاركه هتوضح الرؤيه بشكل كامل، وان كانت طبعا هي دايما هتكون يعني بشكل اقرب التشكيله المعتاده او الثابته اللي دايما مستر روي فيتوريا بيستقر عليها، او نقدر نقول اللي لعب بيها حتى على الاقل المباراة الأخيرة. العناصر الجديدة اللي انضمت ممكن نشوف عنصر أو اتنين موجود في التشكيلة، لكن مش بشكل مؤكد، لكن أكيد النهاردة مع التمرين الرئيسية هتبان الملامح بشكل أكتر، ونقدر ننقل ساعتها الصورة بشكل يكون أدق تفصيلا من الأمور اللي لسه ما وضحتش حتى الآن.
طبعا كمان لازم اسالك عن الحاله النفسيه بقى للعيبه، استقبلوا ازاي لعيبه المنتخب؟ طبعا استقبلوا ازاي لعيبه الاهلي اللي انضموا ليهم بعد طبعا الفوز الاهلي على الوداد؟ الاستقبال كان عامل ازاي والحاله النفسيه للعيبه عامله ازاي؟ لان اكيد طبعا الفوز ده فارق جدا نفسيا مع لعيبه الاهلي. بالتأكيد حالة رائعة، يمكن زي ما كنت بقولك من شوية الكواليس اللي الناس مش شايفاها، الحالة الرائعة اللي بين اللعيبة، الهزار والضحك والحالة الممتازة، استقبال اللعيبة لكل لعيب الأهلي، لعيبة الزمالك كلها اللي بركت للعيبة الأهلي لما كانوا موجودين في المطار. هم لعيبة الأهلي خدوا طيارة من كازابلانكا لمراكش، وكان في نفس توقيت وصول منتخبنا الوطني، وكله كان في حالة سعادة بلعيب الأهلي وتهنئتهم، الهزار بينهم وبين بعض كانت روح ممتازة ورائعة، فرقت كتير معاهم طبعا أكيد. ودي هتفرق بشكل عام جوه المعسكر، لأن في حالة إيجابية بتطغى على المعسكر. لكن لو طبعا الأمور ما كانتش عكس ما نتمنى، يعني الأمور كلها طبعا كانت تبقى مش بالشكل الأحسن، لكن الحمد لله الأمور كلها جيدة، وده شيء في صالح الكرة المصرية. وطبعا قبلها طبعا كان في النادي الأهلي في صالحه الأمر ده، شيء كان جيد جدا، فبالتالي ده منعكس بشكل واضح جدا على لعيبة منتخب مصر وعلى البعثة بشكل كامل، يعني حتى كمان الجهاز الفني والجهاز الإداري ورئيس البعثة، يعني كل ده كان ممتاز جدا وعامل حالة إيجابية من النقاط الإيجابية اللي أكيد إحنا محتاجينها قبل المباراة، لأن بالتأكيد بنحب إن يكون كل الأمور زي ما قلت لك. حتى لما بدأت بتكلم عن الفندق، في أمور نقط صغيرة لازم تكون موجودة وإيجابية، لأن ده كله في المحصلة بيخرج للمصلحة العامة لفوز منتخبنا إن شاء الله. زميلنا العزيز محمد طه دايما كده توفينا بكل ما هو جديد، وبستمتع كده دايما لما بتشاركنا كل الاخبار اللي عندك، بنحس ان احنا موجودين معاك ثانيه بثانيه ولحظه بلحظه، واكيد هنفضل متابعين معاك طبعا على مدار اليوم في برامج اون تايم سبورتس.